أحبائنا متابعي قناة ناس مراكش، يوم مبارك سعيد وصباح سعيد وصباح جميل. هذا الجو ممطر وحنا الآن دابا 8 ديال الصباح عند المدار ديال سريع الحسن الثاني اللي قدام محطة القطار. جو جميل بعد ليلة باتت كتسقط فيها الأمطار. هنايا أمام المسرح الملكي، سبحان الله أنتم كتشوفوا 8 صباحا والحركة كاينة، لكن باقي ما بان الشمس، باقي تشعل. الشيء اللي عطى واحد الجمال خاص لهذا الصباح هذا. من هنا كنبتديو معكم هاد التويرة باش تشوفوا الشكل ديال المدينة فهاد الصباح كيف داير، وكيف الجمال ديالها كيف داير مع هاد الصباح هذا. الهلال كيطلع علينا حتى هو، نفس جوار المسرح الملكي. كنتمشاو كنشوفو الجمال ديال بلادنا. حنا في البداية ديال شارع محمد السادس اللي كيبتدي من هنا من المدارة وكيمشي إلى الخروج عن المدينة، يعني كيوصل حتى المنطقة ديال المنطقة السياحية اللي ايه كما كتشوفوا. الطبيعة اللي صبحة على المدينة كيف دايرة، جو جميل جدا. هنا طريق اللي كتأدي لحديقة الحارتي ولعب الحارتي طبعاً، وسعد أو النيابة و ثانوية حسن الثاني أخرى هي اللي من ديالنا ميسي حسن دو. خرجوا منه أجيال وأجيال وباقي في العمق ديال هاد الشارع هذا كتواجد حديقة الحارتي أو جنان الحارتي. عرفنا حنا عرفنا جنان الحارتي، ولكن بلغة دابا نقولوا حديقة. أما حنايا كنا كنقولوا الجنان والعراس، ياك كبرنا عرس كذا وعرس كذا وجنان كذا وجنان كذا. بحال مثلا كنا كنقولوا جنان بالقاضي، عرس مسيوي، عرس كذا. غادي نقطعو إلى مكان هنا ندخل الوسط ديال الشارع باش نشوفو الجمال ديال مدينتنا مع الصباح. حقيقة اللي بغي ما
بغى يشوف وبغى يتجول في مدينة مراكش. شوف الصباح بكري قبل ما تكتر الحركة وقبل ما هنا كيف لنا نقضي جبل قيليس. شارع فرنسا، شارع محمد السادس. اللي كيمتد ربما أكبر شارع في، مش ربما وبالواقع أكبر شارع في مدينة مراكش. كيمتد حتى الخرجة ديال طريق وريكا إلى هناك كيمتد. هنا المؤسسة ديال توزيع الماء والكهرباء لاراجيما. هنا طبعا ليسي حسن دو باقي هنا الحيط ديالو، منو لهيه كاين المدرسة الفندقية. الشارع كيعرف العديد من المؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي. في الصيف بعض الأماكن كلها هي مملوءة بالناس اللي كيجيو كيرتاحو كيتبردو، لكن دابا نفس الشتاء جو آخر وجمال آخر. على دي من ديالنا فيها كاينة بلدية، لكن السقف القديم لما تحدثت الثلاث سنوات الأخيرة في هاد 15 أو 10 سنين الأخيرة اللي تدارت ما كانتش من قبل. راهي فين كتبان لينا الرادية ديال الكيليز ديال المنارة. اللي جميل في هاد الصباح هذا أو في هاد الأجواء هو الناس اللي كيطريضو، الناس اللي خارجين كيطريضو كيمارسو المشي. يعني في هاد الشارع هذا في هاد الأجواء هذا شيء ممتاز ومريح. هذه مسألة إيجابية ديال الرياضة والمشي. كنا البلدية راهي ديال المنارة وديليس والفينايا. هناك الطريق اللي كتدي من هنا من قرب هذه البلدية كتمشي لدوار العسكر والأحياء المسيرة والزوار إلى هذيك. الطريق عين زوار والسعادة يعني ممكن ياخذ حتى اللي بغا يمشي للمحاميت على الطريق هذي. كيف تشوفوا جو جميل 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 بزاف. كنصح به بلادنا واصحابنا ومتابعي قناتنا، يعني اللي يقدر انه يفيق بكري شويه وتلقى هاد الوقيته هنا يتمشى شويه ويستنشق الهواء النقي الأكسجين يتمشى شوية ما يقراش. كنصحك أنا بهاد الأجواء الرائعة في هنا في الصباح.
عنده شي صديق ديالو ولا مجموعة كيفشفنا بعض النساء راهما غاديين جماعات كيتمشاو الشارع اللي قلت لكم قبيلة كيتم دوار العسكر وعلى بلدية هادية باقي عندي اللي خلصت مجموعة ديال الفنادق اللي كاينة هنا على اليمين على اليسرى كان تحول هذاك بنك المغرب اللي كان في سامع فينا ولا تحول تحول في الفترة الأخيرة إلى الحد المهم تحول بنك المغرب توا على الجهة اليسرى هنايا في العمق كاين غابة الشباب وكاين ملعب الشهير ديال بابا إبراهيم البلول الله يذكره بخير اللي شهد واحد العادات ديال الماتشات والعادات ديال الوجوه اللي لعبت تما ما شاء الله تعالى يا كاين واحد المنتزه دابا وديك ملاعب القرب تما ولات هنا كتوازد واحد المجموعة ديال المقاهي المطاعم قبالة قصر المؤتمرات هنا في الجهة اليمنى هو والآن بدا كيبان الضوء ماشي بحال قبيلة فاش جينا قصر المؤتمرات اللي تشهد العديد من المؤتمرات والعديد من السهرات والمهرجانات قامت هنايا وهنا كتمنا المدارة اللي كانت وسط الشارع هنا قصر المؤتمرات منطقة سياحية كتصرف مدينة مراكش وهذه المدارة اللي كتوسط الشارع تكون شارع جميل من الأماكن السياحية الممتازة بمدينة مراكش ما يمكنش لأي زائر يجي لمدينة مراكش وما يجيش يشوف هاد المنطقة هادي شكرا لمتابعتكم احبائنا الى فرصه قادمه ان شاء الله